الخبر اول يعدنا عن محمد ماريا حبايب والغاء الفولو عن قمر الطاي. فقمر الطاي طبعا ردت عليه عن طريق انه هي ما شارت الفولو عن محمد مار. هذا يعني يا حبايب القمر الطاي تني كل علاقتها بفريق نور مار. فكتبوا حبايب بالكومنتات شو توقعون السبب. روح علي انس شايب وليش هو معصب، فنزل شويه ستوريات كان يهدد بها كل السوشيال ميديا انه اي واحد راح يحكي عليه راح يسافر لعنده وراح يرفع عليه قضيه. بالنسبه لي سن السبب ليش هو معصب، بنختصر يا حبايب اكو يوتيوبر اسمه ابو هيكل نزل امبارح مقطع واستهزأ بانس الشايب، ويوتيوبر اسمه حامد درويش ريدر يا حبايب هم نزل مقطع واستهزأ بانس الشايب. هذا الشيء اللي خلاه هو يعصب انه هو يهدد كل يوتيوبر. طبعا اني ما دخلني بين اليوتيوبر. اكو راح تكون ستوريات تشوفوها. طلعت على الستوري عشان احكي معكم في موضوع كثير ضروري ومهم. صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. حبايبي انا كأنس الشايب راح اكون واضح صريح معكم غير لف دوره. انا من اول ما بلشت السوشيال ميديا ما عندي مشاكل مع اي شخص، يمكن في اشخاص ما بحكي معهم بس ما عندي مشاكل مع هذا، تمام؟ اللي راح يصير كالتالي، لأي شخص في السوشيال ميديا إن كان يوتيوبر أو مش يوتيوبر بيطلع بيحكي علي على اليوتيوب أو في أي مكان من التواصل الاجتماعي بده يهيني أو بده يضحك الناس علي أو بده يتمسخر علي، راح أطلع وأسافر على البلد اللي هو فيها وأشتك عليه شيء قانونية وخليه يبص الصرامي عشان أتنازل عنه، تمام؟ الشغلة الثانية لكل شخص بيطلع يضحك الناس علي، اسمع أنا عندي استعداد، عندي فول كوميديا، بطلع بضحك الناس كلها على عشيرتك كلها مش بس عليك. من يوم الطالع راح اتعامل بهذا الاسلوب، واي شخص بيحكي عني طالع وجاي بسمع كلام حدا حاكي علي من المشاهير راح اهزئك بين كل العالم وبس. في كثير رسائل بتوصل للدايركت، انس بكلامك مين بتقصد؟ حبايبي انا قلت لكم من غير لف ودوران راح اكون واضح صريح معكم، الكلام موجه لكل اللي بالسوشيال ميديا، لانه حبايبي ليش طلعت وحكيت هيك؟ ليش ما طلعت قبل وحكيت هيك؟ لانه في ناس صارت تفكر حالها كوميديه، صارت فكر حالها انه هي شغله كبيره. والله العظيم عندي استعداد زي ما حكيت اطلع وضحك كل الناس عليك واعملك مسخره، بس انه انت تاخذوا تفكروا حالكم خلص انتوا صرتوا كثير كوميديانكم، تطلعوا تحكوا خلص شغلتكم وعملتكم، تطلعوا تحطوا هالفيديو تحكوا وتعملوا رده فعل عليه. لا خلص، شوف لك، شوف حياتك، شوف محتواك، اعمل إشي انساك مني اطلع من راسي. انا مبسوط الحمد لله بعمل الفيديوهات اللي بتعجبني واللي بتناسبني وبنزلها، والله موفقني وبزيد متابعين وعندي جمهور بيحرق دنيا كامله. ننتقل حاليا لإيمو مارو ليش هو قاعد يبكي، فنزل على حسب الانستغرام يا حبايب هذا المقطع. بهذا المقطع كانوا عبارة دي يرسم قلب وحط عليه اكس، وبنفس الوقت الصورة شفتوها اللي كان يبكي بيها، وكان كاتب على الفيديو ممنوع الحب. طبعا اغلب المتابعين توقعوا انه هو يقصد قمر الطايب هذه الصورة، ما ادري الصراحة، اكتبوا بالكومنتات توقعون فعليا يقصدها او لا. بالاضافة انه امبارح نزل هذا الستوري ولكن حذفه، واضح يا حبايب انه هذه الصورة انه هو ايمو والبنية تشبه قمر الطايب شعرها القصير، ما ادري صراحة ولكن حاسس انه فعليا هو يقصدها. روح حاليا ناريني بيوتي يا حبايب بعد ما راحت لبنان حاليا تحمسنا بهذا الستوري، تقول 18 ساعة كلها عبارة عن تصوير ونزلت لنا هذول الصور والفيديوهات. انا تحمسنا شنو هي المفاجأة الخرافية. طبعا حسب ما وضحت انه هي ما راح تكون فيديو كليب، فشنو تتوقعون يا حبايب راح تكون؟ اكتبوا لنا بالكومنتات. ننتقل حاليا يا حبايب لاحمد حسن وتنزل هذا الستوري لابوه كان من داخل المستشفى، فالله يشفيه يا رب، ان شاء الله ما بين الا الخير والعافية. واكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات وادعوا له انه الله يشفيه يا رب. وبالختام يا حبايب عن نور ددك وانضمام الفريق ففنبولي، بالنسبة للأشخاص اللي راح يسألون من هو نور ددك، هو نفس الشخص يا حبايب اللي قبل سنة طلع فضح نور مار وطلع سوى عليه مقطع ويتهمه بالسرقة، وبنفس الوقت هو اللي سبب الفتنة ما بين نور مار وإيمو مان وسبب الخلاف بيناتهم. فيا حبايب نزل هذا الستوري دي على مخيله لأنه هو حاليا انضم الفريق ففنبولي، وأعلنوا إنه باكر راح ينزلون فيديو ويا بعض، راح أعطيكم الستوريات يا حبايب شوفوها. جماعة الخير، مثل ما بتعرفوا إنه أنا ساكن عند نور بالبيت، بس صار شيء كتير غريب مو شوي، عم بحكي جد. اجى لعندي نور وحكالي انه انت عم تمشي وانت نايم. قلت له انا بحكي انا نايم، صايره معي بس انه بمشي لا يعني والله صاير عم تمشي ب 2021. فرجعت صارت القصه مره ثانيه. وشو عمل هذا؟ صورت لكم اياه. صورني وجا فرجاني وانا ما كنت بعرف اي شيء عن هذا الموضوع. فعلى الاغلب انه راح ينزل، مو على الاغلب حينزل على راسه، اكلت رعبه بعمري ما على الاغلب حيكون الفيديو تبع بكره. ف دينزل ما مو دينزل شيء كثير غريب صراحه، بس اوكي استنوا بكره يا اخوان فضيحه وسام تيكت. بصوا حباب نوصلت مقطع في نقطه باللايكات وبس، شاركوا في الزين مقدمه القصص، احبكم وبس، مع السلامه.